أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، والبداية بالعناوين. تاجر سلاح يتحدث من وسط ميدان التحرير في صنعاء: أصبحنا نوفر مختلف أنواع الأسلحة وصولا إلى مضاد طيران. شاب في عدن يزف عروسه بسيارة إسعاف. وفي أخبارنا المنوعة اليوم: مؤرخ روسي يعترف بقتل عشيقته بعد العثور على يدها في حقيبته. ميليشيا الحوثي تواصل حفر شوارع الحديدة وفرض حصار على أهالي المدينة الذين رفضوا المغادرة. وتتابع أمرا آخر، وهو وفقا للصحوانت: الاعتقالات من دون أسباب. أمهات الحديدة يندّدن باستمرار إخفاء أبنائهن ويحملن ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة. وقال الموقع أن رابطة أمهات المختطفين في الحديدة نددت باستمرار إخفاء أبنائهن محملة ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامتهم. وقالت الرابطة في بيان صادر عقب الوقفة الاحتجاجية في الحديدة أنه منذ أكثر من 3 أعوام وجماعة الحوثي المسلحة تواصل إخفاء المختطفين. وناشدت الرابطة المنظمات الحقوقية والإنسانية وعلى رأسها المفوضية السامية والصليب الأحمر لإنقاذ المخفين والكشف عن مصيرهم. قال موقع عدن الغد أن العاصمة المؤقتة شهدت أغرب موكب عرس، وعنوان الموقع: لأول مرة في تاريخ عدن زفاف عروس بسيارة إسعاف. وقال الموقع: شهدت المدينة أمس الأول حدث هو الأغرب في تاريخها، تمثل في قيام عريس بزفاف عروسته مستخدما سيارة إسعاف. وانطلق موكب الزفاف من إحدى القاعات، حيث صعد العروس والعروسة على ظهر سيارة الإسعاف مشغلين أضواء الإسعاف. ويتابع الموقع: وصل الموكب إلى منزل العريس مارا بكل النقاط الأمنية، وشهدت عدن خلال 4 سنوات أحداث لم يشهدها تاريخ المدينة. هل تنجح الموجة الثانية من انتفاضات الربيع العربي؟ يتساءل حسام أبو حامد في مقاله المنشور في العربي الجديد. لم تمضي بضع سنوات على انطلاق الموجة الأولى من انتفاضات الربيع العربي حتى بدأت تخبو تدريجياً آمال الملايين التي هتفت في الشوارع والساحات العربية مطالبة بسقوط الأنظمة السياسية. فمع نهاية العام 2013 نجحت أنظمة استبداد عربية في الاحتفاظ بالسلطة، أو استعادها مستبدون جدد من رجال الحرس القديم، أو تم الصراع عليها في صيغة حروب أهلية مدمرة. مع الفشل الذي أرخى سدوله هنا وهناك، انسحب المتظاهرون من الساحات واستمر تغييب الفرص السياسية والاقتصادية يقض مضاجعهم. على الرغم من فشلها، أطلقت انتفاضات الموجة الأولى الطاقات السياسية في العالم العربي، وانطلقت الموجة الثانية من الانتفاضات مؤكدة أن أنظمة الاستبداد لم تستوعب الدرس جيداً، واستمرت بالاحتماء بسلطويتها، ولم تحسن استغلال فرص التهدئة التي منحها إياها الشارع لإجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة. فكان عليها مجدداً مواجهة شارع منتفض لم تعد تجدي معه نفعاً محاولات تشويهه سياسياً وأخلاقياً، ولا تخويفه بنظريات المؤامرة أو ترهيبه بالفوضى والفراغ. فجل ما يخشاه الشارع العربي اليوم هو إعادة تدوير السلطة لإعادة إنتاج النظام القديم الذي احتكر صناعة القرار والفشل في إدارة شؤونه في الوقت نفسه. الشارع العربي اليوم أكثر خبرة وأكثر تمسكاً بسلمية الحراك الجماهيري، على الرغم من محاولات تركيعه عبر القمع العنيف للاحتجاجات. بدا أن متظاهري الموجة الثانية أكثر ثقة بالنفس، وتأكد انعدام ثقتهم ليس بالنظام السياسي ورمزه وحسب، بل أيضاً بالأحزاب السياسية حتى المعارضة منها.
خلقت الحرب والنزاعات المسلحة مؤخرا مناخ متزايد لأنشطة الاتجار غير المشروع بالأسلحة في اليمن، وخصوصا بعد تعرض مخازن الأسلحة للمعسكرات اليمنية للنهب والسطو بعد الانقلاب المسلح على السلطة في صنعاء في 21 من سبتمبر 2014 وانقلاب المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على مؤسسات الدولة في عدن في 10 من أغسطس. ويعنون موقع قناة بلقيس: تجارة السلاح في اليمن أباطرة جدد وتجارة نشطة منذ بدء الحرب. رغم الحصار الذي فرضته قوات التحالف بقيادة المملكة على المنافذ اليمنية، إلا أن عملية تهريب السلاح لليمن لا تزال كبيرة، وباتت ظاهرة السلاح تشكل خطرا كبيرا على واقع تحقيق السلام المستدام في اليمن حاضرا ومستقبلا. ولا تقتصر أماكن بيع الأسلحة على بعض الشوارع داخل المدن اليمنية، بل أيضا تتواجد على أطرافها حيث تباع الأسلحة بشكل علني في مداخلها كالعاصمة صنعاء، ويعرض تجار الأسلحة بضاعتهم في محال تجارية وبساطات وعلى متن سيارات، كما هو حاصل في سوق جحانة الواقع على المدخل الجنوبي لصنعاء. مختار الخولاني تاجر سلاح في شارع التحرير في صنعاء يقول لموقع قناة بلقيس: تجارتي كانت تقتصر سابقا قبل الحرب على بيع أنواع محدودة من السلاح كالأسلحة الرشاشة وبعض المستلزمات العسكرية، لكن مع الحرب أصبحت قادرا على توفير أنواع مختلفة من الأسلحة، ما فيها أسلحة متوسطة ومضاد للطيران. عبد الرحمن حسام تاجر سلاح شاب بدأ العمل ببيع الأسلحة بعد نشوب الحرب بين الحوثيين والقوات الحكومية، كما يقول في حديثه لموقع بلقيس، مشيرا إلى أنه كان يقاتل مع أحد أطراف الصراع والتي رفض تسميتها، وأنه قرر العمل في تجارة السلاح بعد تكوينه علاقات مع شخصيات مهمة في القيادة العليا لتلك الميليشيات. يعد حي قاع اليهود الواقع شرقي أذمار 100 كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة صنعاء جزءا من إرث تاريخ اليهود الذين ارتبطوا بالأرض اليابانية قبل أن يختاروا الرحيل إلى إسرائيل في عملية ترحيل جماعية عرفت يومها ببساط الريح، والتي تمت بين عامي 49 و50، تم خلالها نقل أكثر من 50,000 يهودي للعيش في إسرائيل. موقع المشاهد نت زار المنطقة وعنون موضوعه التالي: قاع اليهود في مدينة ذمار حي يقاوم مكونات البناء الحديث. رغم حالة التحديث في البناء التي شوهت معالم المكان، إلا أن بعض منازل الحي ظلت محتفظة بطابعها المعماري دون أن تغزوها التحديثات والإصلاحات من خلال دخول مادتي الإسمنت والطوب في البناء. ومن هذه البيوت منزل فاطمة الذي يحتفظ بالكثير من تفاصيله. تقول فاطمة: لو يرجع اليهود سيجدون كل شيء مكانه. حي قاع اليهود الذي يمتد على مساحة كيلومترين عرف بأزقته الضيقة التي يحيط بها سور مكون من عدة أبواب صغيرة، بالإضافة إلى الباب الرئيسي الذي يقع في الجهة الشمالية للحي، لكن الكثير من معالم تلك المدينة تغيرت، إذ لم يعد لسور المدينة الصغيرة غير أجزاء من الجهتين الشمالية والشرقية، بينما تداخلت المنازل من جهتي الغرب والجنوب. توجد في منازل قاع اليهود مدافن لتخزين الحبوب ومخازن سرية في الجدران الداخلية ونوافذ صغيرة الحجم للتبريد والتهوئة، فضلا عن وجود آبار جوفية للمياه في أحواش بعض المنازل. وتنفرد تلك المنازل التي بنيت من الطين والياجور بصغر حجمها وارتباطها مع بعضها. الثورات العربية رفضا عظيما، تحت هذا العنوان كتب سمير الزبن مقاله المنشور في العربي الجديد. ما جرى ويجري ليس ثورة على الاستبداد العربي الذي طال عمره أكثر مما ينبغي، ليس ثورة على مستوى السياسة فحسب، بل ثورة على مستوى القيم. وإن تعثرت الثورات بعض الوقت لا يمكن إعادة الأوضاع إلى الوراء. العالم العربي القديم مات وبات مطلوبا دفنه. ثمة مجتمع عربي جديد يولد من حلم الحرية، الحلم الذي دفع سابقا ويدفع اليوم الملايين إلى الشوارع في تحدي لطغيان السلطات العربية وتغولها. لقد دفع حلم التغيير ملايين الشباب إلى الشوارع، وأصاب الحلم باقي المجتمع بالعدوى على الرغم من كل الدم المسفوك. نزل الجميع إلى الشارع ليحولوا الحلم إلى واقع في مواجهات إبداعية للخروج من الانسداد التاريخي الذي صنعه الاستبداد. نامت قوى التغيير الجديدة في ظل واقع راكد،
القوى الجديدة التي استعادت الحلم ونفذته بأدوات مختلفة لكنها أدوات فعالة. أعادت المعاني إلى الحقل السياسي إلى الميدان العام، حولت الممارسات الخرساء المعارضة إلى قدرة هائلة على التعبير وتفكيك كل أدوات وترسانة القمع التي وظفها الطغيان لقمع المجتمعات عقوداً. لم تتلعثم الاحتجاجات، امتلكت بلاغتها من امتلاكها المطالب المحقة التي تم انتهاكها عقوداً طويلة. أعادت الثورات الجديدة في العالم العربي نقاش الغايات ووضعته على سلم أولوياتها. كانت التغييرات العميقة تجري تحت القشرة الكاذبة لاستقرار القبور، لكن لا تكفي معرفة ما يجب هدمه فحسب، بل يجب معرفة ما يجب بناؤه بديلاً أيضاً. ما بات واضحاً أن القضية ببساطة ليس وجود حرية شكلية، بل مضمون هذه الحرية. ما يجري في العالم العربي ينطبق عليه ما سماه هيربرت ماركيوز الرفض العظيم، وهذا هو الاحتجاج ضد القهر والطغيان غير الضروري لحياة البشر. وهنا الرفض لا يكفي، لأننا نحتاج لصناعة المجتمع الجديد من أجل ضرورة قصوى من الحرية أن نحيا من دون قلق. لا شك في أن هذا الحلم الذي خرج الملايين من أجل تحويله إلى واقع في العالم العربي وتأسيس المجتمع الجديد هو على الدوام، تأسيس لشبكة علاقات وحقل سياسي على أسس وقواعد جديدة. ركز اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي على وضع بعض المعالجات الاقتصادية، والتي بحسب العرب الجديد قد تمثل بداية الانفراج للكثير من الأزمات المعقدة التي تتربص بحياة اليمنيين في حال تم الالتزام بالاتفاق وتنفيذه على الأرض. ولكن بحسب مراقبين للعرب الجديد يبقى هذا الاتفاق الذي جرى توقيعه في العاصمة السعودية مجرد حبر على ورق ومرهونا بالكثير من التحديات التي قد تعرقل عملية التنفيذ، لا سيما ما يتعلق بجمع الإيرادات وتمكين الحكومة اليمنية من إدارة الموانئ والمؤسسات. ويتضمن الاتفاق إضافة إلى الترتيبات السياسية والعسكرية بعض البنود المتعلقة بترتيب الجانب الاقتصادي، أبرزها إدارة موارد الدولة بما يضمن جمع وإيداع جميع إيرادات الدولة ما فيها الإيرادات النفطية والضريبية والجمركية. ولعل أبرز البنود التي تمس حياة المواطنين اليمنيين بشكل مباشر تلك المتعلقة بعودة رئيس الوزراء إلى عدن خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ توقيع الاتفاق من أجل تفعيل مؤسسات الدولة والعمل بشكل مباشر على صرف المرتبات. ومن أبرز عقبات الاتفاق ما شهدته المشروعات الخاصة من عمليات نهب واسعة في العاصمة المؤقتة عدن طوال الفترة الماضية عقب سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا على المدينة، وحدث ذلك رغم الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس عبد الرب منصور هادي. حماية التجار والمستثمرين إذا تواصلت المعاناة من الهجمات التي اتخذت طابعا عنصريا على المشروعات التابعة لأبناء الشمال. في جولتنا في الصحافة الفرنسية اليوم نطالع من صحيفة لوموند خبر استعادة الأردن قطعة أرض قدمتها لإسرائيل كجزء من اتفاق السلام، حيث لم يتمكن الإسرائيليون من الوصول إلى الأراضي الزراعية التي أعارتها لهم الأردن خلال الربع الأخير من القرن، وقد وجدوا البوابات مغلقة. في الواقع رافقت معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية عام 94 إعطاء حق التصرف على أراضي الباكورة والغمر إلى مزارعين إسرائيليين لفترة أولية مدتها 25 عاما انتهت يوم الأحد. العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وأمام البرلمان في عمان قال: أعلن انتهاء صلاحية ملاحق اتفاق السلام واستعادة سيادتنا الكاملة على هذه المناطق في إسرائيل. مساحة الباقورة تبلغ حوالي 6 كيلومترات مربع عند التقاء الأردن واليرموك في الجزء الشمالي من الحدود الإسرائيلية الأردنية، كما تبلغ مساحة الغمر حوالي 4 كيلومتر مربع على الخط الفاصل بين البلدين في الجنوب بالقرب من العقبة. استعادة الأردن لهذه الأراضي ليست مفاجأة، ففي أكتوبر 2018 أبلغ الملك عبد الله الثاني إسرائيل رغبته في استعادة هذه المناطق الحدودية، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أراد فتح مفاوضات للحفاظ على الوضع الراهن، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق لتمديده. السلطات الأردنية قالت يوم الأحد أنها ستسمح للمزارعين الإسرائيليين بزراعة حقولهم عبر الحدود، ولكن بعد الحصول على تأشيرة من السفارة الأردنية في تل أبيب.
غسان شربل يكتب في الشرق الأوسط والتي يرأس تحريرها عن جدران العرب التي لا بد من سقوطها، وأضاف في أجزاء من المقال: أبحرنا طويلا في اليأس، قتلنا الانتظار المديد، ثم خيبتنا انهيارات الربيع العربي وتقدم قوى الماضي للاستيلاء على أحلام الناس، وأخافتنا قدرة الأنظمة على الترويع وتغيير مسارات الحركات وإغراقها في الدم والإرهاب. لكننا نكاد نشهد اليوم ولادة عربي جديد لا يريد الانتصار على الطائفة الأخرى ولا المذهب الآخر، يريد تعليما يفتح أمامه فرص العمل والتقدم والإبداع، يريد شرطيا يعمل تحت سقف القانون ومحكمة لا يزجرها مدير المخابرات، يريد دولة طبيعية وعصرية لا تعيش دائما على شفير حرب أهلية ولا تنجب اليائسين والانتحاريين والأحزمة الناسفة. العربي هنا وهناك يريد دولة الشرفات لا دولة الجدران. ما يجري في العراق ولبنان يستحق التوقف عنده من قبل الجميع. لا يمكن اعتقال نهر التاريخ مهما بلغت القدرة على تشييد السدود والجدران. على السلطات العراقية أن تقرأ وتسمع وتتسنتج. الأمر نفسه بالنسبة إلى السلطات اللبنانية، ولأن الخيط الإيراني حاضر بقوة في العاصمتين وتستندان إليه في مقاومة ريح التغيير، فإن على إيران نفسها أن تقرأ وتستمع وتستنتج. يصعب الاعتقاد أن الشاب الإيراني لا تراوده الأحلام نفسها التي تراود الشاب العراقي والشاب اللبناني، رغم خصوصية أوضاع كل دولة. إدمان النفخ في جمر الثورة لا يؤجل إلى الأبد الاستحقاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. جدار الاشتباك الداهم مع الغرب لن يخفي أرقام الاقتصاد ووضع العملة وارتفاع معدل الفقر. وعلى المسؤولين الإيرانيين أن يتذكروا أن الثورة الصينية أنقذت على يد صالحوها مع حقائق التقدم الاقتصادي وتحسين حياة الناس، وأن الاتحاد السوفيتي انهار بسبب الفشل الاقتصادي ورفض القراءة في مشاعر الناس. اتهام المحتجين في العراق ولبنان بتلقي الأموال والأوامر من السفارات لغة لا تحل مشكلة المتهم ولا المتهم. شبان أبرياء بهواتف ذكية ومخيلات غنية وإيرادات صافية يسقطون الجدران. من لا يستمع إليهم يقف في المعسكر الذي سيسمى عاجلا أو آجلا معسكر الخاسرين. لا يحق لإيران أن تكون الجدار الذي يمنع التغيير في العراق ولبنان. اعترف مؤرخ روسي مشهور بقتل عشيقته التي كانت إحدى طالباته سابقا بعد العثور عليه في نهر يحمل حقيبة تحتوي على ذراع امرأة، وعنون البي بي سي. مؤرخ روسي يعترف بقتل عشيقته بعد العثور على ذراع امرأة في حقيبته. وقالت وسائل إعلام محلية أن إليغ ساكلوف البالغ من العمر 63 عاما سقط في النهر أثناء محاولته التخلص من أجزاء الجثة. وقد عثرت الشرطة على جثة أناستيزا ياتشينكو البالغة من العمر 24 عاما مقطوعة الرأس في منزله. البروفيسور سكالوف هو خبير في حقبة نابليون، وقد حصل على وسام ليغون دونير الفرنسي المرموق. وقال ألكسندر باخيوف محامي سكالوف: لقد اعترف سكالوف بذنبه، مضيفا أنه نادم على فعلته ويبدي الآن تعاونا كبيرا مع التحقيق. وأخبر البروفيسور سكالوف الشرطة أنه قتل عشيقته أثناء مشاجرة، ثم قطع رأسها وذراعيها وساقيها، ويقال أنه خطط للتخلص من الجثة قبل الانتحار علنا مرتديا زي نابليون. وكتب سكالوف العديد من الكتب عن نابليون، وعمل أيضا مستشارا تاريخيا في العديد من الأفلام. كما شارك ياتشينكو في تأليف العديد من الأعمال، ودرس الاثنان التاريخ الفرنسي، واستمتعا بارتداء أزياء تلك الحقبة، حيث ارتدى البروفيسور سكالوف ملابس نابليون. وقد وصف طلاب البروفيسور سكالوف مدرسهم على أنه محاضر موهوب يتحدث الفرنسية ويؤدي شخصية نابليون، لكنهم وصفوه كذلك بغريب الأطوار، إذ كان يدعو حبيبته باسم جوزيفين تيمنا بزوجة نابليون، كما كان يطلب أن يخاطب بصيغة سيدي. هذه المادة تقدم لأولئك الذين يحرصون على تمزيق البلدان وجعلها مربعات صغيرة مثل أحلامهم، حيث يروي موقع دي دبليو الألماني قصة أسرة عرفت ماذا يعني التقسيم لألمانيا. وقال الموقع: ولد الشقيقان هيلدبر أندت بعد سقوط الجدار وعاشا في ألمانيا الموحدة، يدرسان الآن في برلين ويعيشان على مقربة من شارع برناور شتراسة، حيث كان الجدار يقسم المدينة، ويحبان قضاء عطلة نهاية الأسبوع في منتزه الجدار هناك، حيث كان شريط الموت يفصل بين برلين الشرقية والغربية. يحيي أشخاص من مختلف أنحاء العالم مهرجانا شعبيا كل يوم أحد
مع موسيقى حية وسوق للأغراض المستعملة وعروض لفناني الشوارع. على الرغم من هذا كله، يشعر الشابان من برلين أن جراح التقسيم لم تشفى بعد، ويريدان معرفة السبب، لذلك يقومان برحلة بحث تبدأ من عائلتهما. جدا الشابان شهدا بعيونهما كيف بني الجدار في العام 61 بجانب بيتهما تماما، كان قرارا مدروسا منهما أن يبقيا في برلين الشرقية. أراد تغيير البلد انطلاقا من الداخل. الجدة لم تتحمل البقاء في ألمانيا الشرقية، هربت قبل سقوط الجدار بفترة قصيرة في صيف 1989 إلى ألمانيا الغربية. بعد سقوط الجدار عملت في السياسة وحاولت التعبير عن هموم الناس من ألمانيا الشرقية. التأثير الطاغي للتقسيم على الناس في ألمانيا الشرقية ما زال ماثلا أمامهم. شقيقان يسافران إلى أماكن في شرق ألمانيا ويشهدان كيف أن التقسيم الذي امتد لعشرات السنين لم يتم تجاوزه حتى الآن. لماذا لم يسقط جدار برلين في العالم العربي؟ تتساءل صحيفة القدس العربي في افتتاحيتها والتي جاء فيها. احتفلت وسائل الإعلام في العالم وخصوصا في أوروبا بذكرى مرور 30 عاما على سقوط جدار برلين، وناقشت الصحف في افتتاحياتها وكذلك في التقارير المرفقة أهمية الحدث عالميا. لقد شكل اندفاع آلاف الألمان في 5 نوفمبر عام 1989 لتحطيم ما اعتبروه جدار العار الذي قسم الأمة وأدى إلى مقتل المئات ممن حاولوا اجتيازه، إعلانا لنهاية العالم الذي شكل في نهاية الحرب العالمية الثانية. وكان سقوط الاتحاد السوفيتي نفسه وتفككه بعد سنتين من ذلك الذروة الكبرى في ذلك الزلزال الكبير الذي أعاد تركيب الجغرافيا السياسية لأوروبا والعالم، وأنهى في حركة واحدة الحرب الباردة التي كانت تهدد البشرية بالفناء وحلف وارسو المنظمة العسكرية التابعة لموسكو والأنظمة الشيوعية في أوروبا. أيا كانت النتائج اللاحقة، فمن شبه المؤكد أن صفحة الأنظمة الدكتاتورية في أوروبا قد طويت إلى غير رجعة. ورغم التحديات الكبيرة التي يمثلها صعود اليمين المتطرف، فإن الخيارات فيها ليست بين الدكتاتورية والديمقراطية، فالمعركة الكبرى في هذا المجال قد حسمت هنا. لم تقم المنظومة العربية زائد إسرائيل بصد آثار الموجة الديمقراطية التي نتجت فحسب، بل أدخلت الشعوب العربية في نفق مسدود، فاحتل العراق الكويت بعد عام من سقوط الجدار، وبدأت مرحلة تهشم هائلة في المنطقة، ونجحت أول محاولة توريث رئيس عربي الحكم لابنه باستلام بشار الأسد السلطة عام 2000. وحاول كل من حسني مبارك في مصر وعلي صالح في اليمن ومعمر القذافي الأمر نفسه بالتناظر مع استمرار الدكتاتورية السياسية ونهب الثروة العامة وقمع الحريات على أشكالها، إلى أن انفجر الوضع العربي بأكمله في عام 2011، وأطاح بالقذافي وصالح ومبارك وزين العابدين بن علي وعبد العزيز بوتفليقة وعمر البشير. لكن محاولات الأنظمة لمنع التغيير الذي طال أجله ما زالت مستمرة. الشعوب العربية بهذا المعنى ما تزال تحاول تهشيم جدار برلينها الخاص، وهي بالتأكيد ستتمكن من ذلك. الديلي تلغراف البريطانية تسرد أبرز أحداث الأسبوع من مختلف أنحاء العالم عبر مجموعة من الصور نتابعها في جولتنا المصورة اليوم. فن الكاريكاتير ينقل الكثير من الأفكار عبر خطوط ورسومات وألوان بسيطة متاحة للجميع، لكن أثره يظل عميقا ولزمن أطول. مجموعة من رسمات الكاريكاتير نتابعها في جولتنا اليوم.
بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من كشك الصحافة. كونوا بخير.